ثالثا على حب أبي الفضل عباس. أم البنين عليها الله قد سدلا، جلباب فضل به جبريل قد نزلا. تجلببت فاطم جلباب خالقها لما استقرت ببيت آله فضلا. عاشت مكرمة في بيت حيدرة كما يعيش الذي للخلد قد وصلا. أضحت تربي بني الزهراء تخدمهم كالأم صارت لهم أنعم أنعم بها مثلا. واستأثرت اسمها أكرم بما نطقت أم البنين. أنا لا أرتضي بدلا، اسمي يهيج عليهم حزن أمهم. إن قيل فاطم قال الدمع حي على، فلا أحب بأن تبكي لهم مقل، ولا أحب لهذا الحزن أن يصل. أم البنين أنا والكل يعرفني، في كنيتي نبأ بالغيب متصلا. أم البنين أنا والله أيدني بأنجم نورها تالله ما أفلا. علمتهم حب أهل البيت، علمتهم حب أهل البيت في صغر، فاستعصموا بالولا والقصد قد حصل. قد قدموا النفس في مرضات خالقهم، فالبذل شيمتهم أعظم بما بذل. واسترخصوا الروح في إنقاذ سيدهم، أعني الحسين، ولكن بالظما قتل. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم النبي محمد. وهكذا كانت أم البنين عند أهل البيت عليهم السلام محبوبة مبجلة ذات مكان مكين ومحل رفيع، حتى حملت بقمر الهاشميين أبي الفضل العباس صلى سلام الله عليه. فلما كان يوم الجمعة رابع شهر شعبان سنة 26 للهجرة الشريفة، وقد مضت 9 أشهر لفاطمة على حملها بالعباس، كان ذلك اليوم الذي بشر فيه أمير المؤمنين بهذا المولود الميمون
أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول. يا مستمعين النظام صلوا على اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن قنبر مولى أمير المؤمنين عليه السلام قال: بينما كنا جلوسا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة وبيننا أمير المؤمنين عليه السلام وهو كالبدر في السماء الصاحية وهو يعظنا ويحذرنا من النار ويشوقنا إلى الجنة، وإذا بأعرابي قد أقبل فأناخ راحلته على باب المسجد ودخل، فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام جالسا بين أصحابه جاء وسلم عليه وقبل بين يديه ووقف متأدبا، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما حاجتك يا أخا العرب وما تريد؟ فقال: يا سيدي أنت أعلم بها. فالتفت إلي وقال: يا قنبر امضي إلى المنزل وقل لمولاتك زينب ابنة فاطمة بنت رسول الله تناولك الصرة الفلانية وهي في السفط الفلاني في موضع كذا وكذا. فقلت حبا وكرامة لله ولك يا سيدي. يقول: فمضيت إلى منزل أمير المؤمنين فضرقت الباب مرتين، وفي الثالثة خرجت إلي فضة وقالت: من الطارق للباب؟ فقلت: قنبر مولى أهل بيت رسول الله. فقالت: يا قنبر ما حاجتك؟ فأخبرتها بما قال لي سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام. فرجعت فضة ووقفت بالباب، فسمعت جلبة الفرح والسرور داخل المنزل. فلما خرجت فضة بالصرة سألتها عن ذلك، فقالت: الآن ولد لأمير المؤمنين غلام أفضل الصلاة. صلي وسلم فاطمة الزهر الحسن والحسين أئمة المعصومين المهدي المنتظر المهدي المنتظر